عندما تسأل هؤلاء الطلبة الذين يجتهدون داخل فصل من فصول اللغة الإنجليزية عن الدافع وراء إقبالهم على تعلم لغة شكسبير، يكون الجواب بديهيا: الإنجليزية كانت ولا تزال لغة العصر. أنا جيت هنا باش ندير دروس خصوصية ديال الإنجليزية، حيتاش أنايا باغا نتعلم هاد اللغة اللي راه دابا كنشوفها منتشرة في جميع ديال أنحاء العالم. اختاريت أني ندرس اللغة الإنجليزية لحقاش غادي تساعدني في الدراسات العليا تاعي. لجوء مثل هؤلاء إلى مراكز متخصصة في تعليم الإنجليزية ينبع من كون هذه اللغة ما تزال تأتي في مراتب ثانوية في مدارس القطاع العام أو تلك التي تتبع القطاع الخاص. طلب كبير من طرف التلاميذ، من طرف الآباء، من طرف الموظفين، رغم أن الوضعية، رغم أن على المستوى الرسمي اللغة الإنجليزية ما زال كلغة أجنبية ثانية. أما اللغة الأجنبية الأولى في هذه البلاد كما في غيرها من البلاد المغاربية فما زالت هي الفرنسية، بل إن البعض يقول إن لغة مولير تعتبر فعليا اللغة الأولى في المغرب. المغرب يجب أن يتخلص من عقدة الفرنسية وأن يتخلص من الارتباط دياله يعني التاريخي. تمثل موازنة التربية والتعليم أكثر من 5% من الناتج الإجمالي للمغرب، ما يجعلها من أكثر النسب ارتفاعا في المنطقة العربية، ومع ذلك ما يزال البلد يعاني من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة بسبب اللغة، فقد بينت الدراسات أن 6% فقط من تلاميذ المستوى السادس ابتدائي هم من يتقنون العربية و1% فقط الفرنسية.